طاجن فريك بالكبده لانه لازم نفطر، بس احنا عايزين حاجه سريعه وسهله وكلها في طبق واحد عشان الحق اعمل بقيه حاجتي. فعشان اعمل الطاجن فريك بالكبده محتاجه كبده متقطعه شرايح، كندوز او ضاني، بس دي كندوز. فريك انا سلقانه نص سلقه عشان الوقت، انتوا ممكن تكونوا نقعينه بس. طماطم وتوم وملح وفلفل وزعتر وسكر وقرفة، مستكة حبهان، بصل، فلفل رومي، مية سخنة، مرقة لحمة أو فراخ أو اكتفوا بالمية، زبدة وزيت وتوم مفروم. دي هتكون المقادير بتاعة الطاجن، وأنا بدأت تسخين في الحلة عشان أكسب وقت. أول حاجة هبدأ بيها في الحلة، بسم الله، الزبدة، هينزل عليها البصل، وهتبل البصل بكل التوابل اللي هما فلفل اسود، ملح، حبهان، قرفة، زعتر. بارك الله فيكم يا شباب. مستكة، وابتدي اخلط الامور دي ببعضها يا مدام نادية. حط لها كمان معلقة زيت. نزلنا الكبدة ومدام نادية معانا على التليفون. اقوم منزلة بقى دلوقتي الثوم، الطماطم، الفلفل الرومي، معلقة السكر، وأقلب. وبعدين أقوم جايبة الفريك اللي غسلناه، نقيناه وغسلناه كويس جدا جدا، وبعدين رحنا عاملين إيه، نقعينه ومصفينه. أنا اديته بقى كده نص سلقة بس عشان الوقت، انتوا مش لازم خالص تسلقوه. واقوم جايبه الميه السخنه او الشوربه زي ما انتوا عايزين اللي متوفر، مفيش مشكله خالص. واقوم نازله كده ايه بيها هنا. عايزين بقى تسووه على النار، عايزين تسووه في الفرن، عايزين تسووه نص تسويه الاول وبعدين تدخلوه الفرن، مفيش اي مشكله خالص. طيب ده هيطلع اللي هو منه فيه كده زي ما احنا بنسميه. لا انا عايزاه يا اميره بالصوص الاحمر، شويه صلصه، عايزينه بالكريمه، شويه كريمه، براحتكم خالص. انا هوطي واغطي وهسيبه علشان يستوي.